على نشر الفرحة وزرع الابتسامة على وجوه الأطفال وبث الأمل والتفاؤل في أيام هذا الجيل، لا سيما من أثرت الحرب سلبا على حياتهم وسلبت منهم أحد آبائهم. وفي خطوة إنسانية أقام فريق شباب الخير التطوعي بالتعاون مع منظمة إقرأ في مدينة إعزاز كرنفالا للأطفال الأيتام. الكرنفال ما يقارب 100 طفل يتيم مع عائلته، وتضمن ألعابا ترفيهية وعروضا ومسابقات وغداء جماعيا. كاميرا الفرات وكما عودتكم كانت هناك لتنقل لكم الابتسامة والفرحة التي زرعت على وجوه هؤلاء الأطفال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم عبير فارس مديرة مكتب إعزاز، عضو مجلس إدارة في مؤسسة إقرأ الخيرية. نحن الآن في هذا المكان الرائع مع تجمع كبير من الأطفال الأيتام. هذا التجمع ضم عدد كبير من الأطفال الأيتام وأمهاتهم في حفل رائع. بعد قليل سيكون هناك أيضا مدبة للغداء الجماعي. كل هدفنا هو رسم الفرحة على وجوه الأطفال الأيتام. نأمل من الله تعالى أن يعود كل هؤلاء، وأغلب هؤلاء الأيتام هم نازحون، كل النازحون والنازحات إلى بيوتهم سالمين آمنين، ويعم الأمن والسلام في بلدنا. وجزاكم الله كل خير، ونشكر كل من ساهم أو وضع بصمة في هذا العمل الرائع، وجزاكم الله كل خير. أنا حميد من أعزاز، اليوم جينا هذا الحفل كيفنا وفرحنا وكيف، والله يعطي العافية على هالحفل. بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء.